كان يا ما كان في قديم الزمان، يحكى عن ملك كان يعيش في قلعة في أعالي الجبال تطل على البحار والمحيطات، وتعيش فيها أروع وأجمل الحيوانات. كان يعتقد أنه ملك رائع، لكنه في الحقيقة لم يكن يهتم بمملكته، فقد كان يريد أن يكون غنياً وأن يعيش حياة الرفاهية، ولذلك قام ببناء المصانع الضخمة وشق الطرقات السريعة ومد الجسور المرتفعة وبنى سكك الحديد والمطارات لكي يتمكن من السفر سريعاً في مملكته وخارجها. ولكن هذا التطور السريع أدى إلى استهلاك كبير لموارد الطاقة، فقد قام الملك بحفر الآبار لاستخراج النفط والغاز، وأمر بتشييد الكثير من محطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث ظن الملك أنه في قمة النجاح. ولكن سرعان ما بدأت الأحوال البيئية في المملكة بالتدهور والانهيار، فقد تسبب هذا التوسع العمراني العشوائي بموت الأشجار وانحسار الغابات لتحل محلها مساحات كبيرة من الصحراء، حتى إن المناخ ذاته بدأ بالتغير، فارتفعت درجات الحرارة وساد الجفاف معظم أرجاء المملكة. فوجئ الملك بهذا التدهور، فقد ظن أن باستطاعته الحفاظ على مملكته الخضراء، وبعد تفكير عميق أدرك الملك أنه أخطأ وعليه أن يحافظ على مملكته الجميلة، وإلا ستتضرر إلى الأبد. بدأ الملك يدرك أن مملكته ستزدهر بقدر ما يعتني بها، لذلك بدأ بتوليد وإنتاج الطاقة من خلال استخدام قوة الرياح والطاقة الشمسية، وحاول الملك ترشيد استهلاك الطاقة والتفكير في المستقبل وليس في الحاضر فقط، وكان هو وأولاده وبناته لديهم أمل أن يكون هذا كافياً. فهل تعافت المملكة مما كانت تعانيه؟ وهل انتهت قصتنا بسعادة؟ لا أحد يعرف الجواب حتى الآن، لأنك أنت وأنا لا نزال جزءاً منها، وعلينا العمل سوياً لإنقاذ كوكبنا الأرض.